اصابه بالعمليه، قطعان هذا شريان هنا ومو صوج صوج الكادر واقع ان اعطينا سامي الكادر الورق، قال انا ما اقدر اعطينا سامي. امراه دخلت المستشفى لاجراء عمليه غده درقيه، تم بالفعل اجراء العمليه لها لكن بعد خروجها اصيبت بنزيف. امراه قتلت داخل مستشفى الحسيني على يد احد الاطباء. حقيقه بعد تواصلنا مع هذا الطبيب رفض الرد، وحق الرد مكفول للتنويه، حق الرد مكفول للشخص الذي سيذكر من خلال هذا اللوكيشن. البقاء بحياتك اخوي. شنو قصه والدتك؟ والله والدتي سوى لنا عمليه مال غده بالمستشفى السفير، احنا ردناها بالكفيل، هو عرض بيها قال انا بالكفيل انا بالحجه انا اي مستشفى بيها، هو انا الدكتور نفسه راح اسويها. وين سويتوا ال ردناها بالكفيل؟ بس هو عارض قال راح اسويها بالسفير. اليوم سويناها بالسفير، طبت العمليات هاي كل خمس سوي يطبوا، اي طبوا شخص واحد دكتور دي مستشفى نفسه سويناها دكتور يمه، فطببناها العمليات دخلوها ساعتين وطلعت من العمليات، قعدت صحت والدتي ورا نص ساعة قام الكيس الخارجي ينترز دم، فنصيح الممرضين يا بتعال شوف هذا الدم، قام يطلع تعال شوفه، كل واحد كان مش موبايله وعايفه عايفين المريض وحده، فترس هذا الكيس الخارجي صعد وين الدم برقبتها من العملية مالتها، قطع الأكسجين مال الدماغ واختنقت، قام يسوي هيش تريد هواء، هذا الكيس الخارجي انترس صار هالكبراته، اجى المعاون الدكتور معاون الدكتور فقال هاي الحالة من يوم تقلنا لما طلعت من المستشفى من العمليات لا واحد اجاها ولا واحد شافه ولا واحد مريض، ذبوها وبعد ما حد اجاها بعد ما يعني توفت. انتوا هسه تتهمون انه الطبيب هذا قتلها، يعني شلون ثبت عندكم انه هذا الطبيب مقصر وهو سبب وفاته؟ هو اعترف، دز علينا تعرفنا وياه بالمستشفى وقال عمي انا مدير مستشفى ودكتور معروف وما اريد او سمعتي وشنو تردون انا حاضر، انا ما متعمد عليكم ولا عندي شيء وياكم، قضاء وقدر صار وشنو تردون انا حاضر زين بالقانون بالعشرة انا وياكم، تردون افصلكم هسه؟ قلنا له عمي حلال حرام تفصلنا هسه، ننتظر رحمه الله لو بس تقعد قبالنا كل شيء مريض من عندك. قال بكيفكم انا شيخ شيخ ومعروف وشنو تردون انا حاضر، وقبل ما يجي هذا العياده ما حكينا وياه، كل ما اطب عليه واطلع اقول اشوف امنا شبيها تعبانه يقول روح اشتكوا عليه، تردون روح اشتكوا عليه، كل ما اجي اتعارك وياه يقول تردون روح اشتكوا عليه. بعد وفاه المرحومه الحجيه شنو هسه رده دكتور؟ رده وعدنا على التقرير، قال لا التقرير حولناه لبغداد شرحوه، قال لا اجى التقرير يمس دكتور انا حاضر، شنو تردون انا حاضر؟ اجى التقرير من صالحنا زين، اجى ورا 9 اشهر من 8 اشهر يلا اجى التقرير، اكو تقرير 9 اشهر 7 اشهر يلا يجي الكربله اديه وراه متابعه دكتور، حتى الله شاهد واحد اعترف، اكو قناه خطا الاطباء يسمونه نشرنا عليهم وفضحهم هذا، بعدين حتى وصلت وزير الصحه وتقرير رحت عليهم قلت بس طبيت المستشفى اجوني قوط 4 قال له عم هذا التقرير مالك طالع، واحنا نتعذى من عندكم، قلت له شنو السبب 9 اشهر يلا هذا طلع التقرير؟ قال والله اللي سوى والدتك شرحها طلع تقاعد وما ظل واحد مكانه واعتقد لو هذا مالكم سوانا كل شيء. اثبات عندكم انه هذا الطبيب متورط او سبب وفاه والدتك؟ اثبات موجوده، تعاركنا وياه بالمستشفى ودز على عمامي وقال عمي شنو تردون انا حاضر، قضاء وقضاء صارت وخطا بالعمليه، قطعان هذا شريان هنا ومو صوج صوج الكادر الورق، انا اعطينا اسامي الكادر الورق، قال انا ما اقدر اعطي اسامي الورق، انا اتحمل المسؤوليه بالقانون بالعشره انا وياكم، شنو تردون انا وياكم؟ اتفقنا على الراي وظلنا من شهر الواحد الى 7 اشهر بالعنايه المركزه، هاي يوميا احنا صبح عصر تحاليل صبح 300 والعصر 200 يوميا بال 500، ظلنا 7 اشهر على هاي الحاله بهدلنا تبهدل. كل ما الخابره والله ايش بيهمكم؟ كل شيء ما بيه، كل ما هاي كل شيء ما بيه، امك كل شيء ما بيه، خشبه نايمه ولا تفتح عيونها ولا جسمها صار ازرق، اديها ذنك نعوج، هذا الفتش ماله كله طلع لي قدام صفره والوجه هيك ورم. بعدها مو كبيره الله شاهد كل شيء ما بيه، اجت تمشي على رجليها زين،
وورا ورا ورا والدتي كتل ثمانيه، والله العظيم ثمانيه كتل، بس ما حد يحاسبه. ورا والدتي ثمانيه كتل، وهذا الدكتور وما حد يحاسبه. كل ما الواحد يروح يقول له عليه، يقول له روح اشتكي عليه ويرتبها بالقانون بين علاقاته يسد السالفه. انا اربع مرات من خمس مرات كل ما اجي يقول له روح اشتكوا عليه، تردون اشتكوا عليه، روح اشتكوا يعني روح اشتكوا، ويبرر روحه بالقانون ويطلع من عنده. ولا ما تصدقون حتى تروحوا للمستشفى يسالوا عليه، حتى الموظفين بالمستشفى يكرهونه، ما حد يحبه، الله شاهد. زين حبيبي انا مسلم. نعم مازن، طبعا للتنويه فقط مرة أخرى ننوه أنه حاولنا الاتصال بالطبيب المذكور، وحاولنا الاتصال بدائرة صحة كربلاء ومستشفى الحسين، لكن أبلغونا بعدم الرد حول هذا الموضوع.